أهلا بكم. لبايدن تاريخ عدائي مع أردوغان يعود للعام 2014، عندما كان تنظيم داعش في ذروة صعوده. وقف بايدن أمام طلبة جامعة هارفارد معلنا أن تركيا من الدول التي شجعت بروز التنظيمات الجهادية بسبب الحرب في سوريا. هذه التصريحات أغضبت أردوغان وجعلته يطالب أمريكا بالاعتذار، وفعلا حصل اتصال هاتفي في ذلك العام بين الرجلين، واضطر بايدن إلى إيضاح موقفه والاعتذار من الرئيس التركي. أعاد بايدن الكرة مرة أخرى مطلع العام 2020، واصفا أردوغان بالمستبد، متوعدا بجعله يخضع حيال الملف الكردي. مع هذه الخلفية المتوترة، كانت البداية مع دخول بايدن إلى البيت الأبيض غير مشجعة لمستقبل العلاقة بين الطرفين، عندما طالبت الإدارة الجديدة أنقرة بالإفراج الفوري عن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا المسجون منذ ثلاثة أعوام لاتهامات حول علاقته بمحاولة الانقلاب الفاشلة. لتأتي تصريحات وزير الداخلية التركي سليمان سويلو وتصب الزيت على النار عندما اتهم أمريكا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي حدثت عام 2016 عندما كان بايدن نائبا للرئيس. ولتصل الأمور اليوم إلى حافة الانفجار على خلفية مقتل 13 رهينة تركية، تقول أنقرة إن حزب العمال الكردستاني أطلق الرصاصة من مسافة قريبة على رؤوسهم وأن لديها صورا وأدلة ووثائق. ثم يصدر عن أمريكا بيان هزيل أشبه بمن يكذب الرواية من أصلها. لم ترى تركيا في ذلك البيان تضامنا بل تشكيكا بروايتها مقابل رواية تقدمها منظمة إرهابية باعتراف العالم كله وعلى رأسه أمريكا، لتستدعي أنقرة السفير الأمريكي وليفتح أردوغان النار على بايدن ويتهم الأمريكيين بدعم الإرهاب. ومع ذلك واشنطن دفعت بوزير خارجيتها لتصحح الموقف والاتصال بنظيره التركي، إلا أن الشرخ يتعمق بين الطرفين، ومع هذا الماضي المتوتر وغير المشجع يتنامى القلق مما سيكون عليه مستقبل العلاقات بين البلدين. هل تمت حلحلة الموقف بين واشنطن وأنقرة؟ وهل انتهى الخلاف باتصال وزير الخارجية الأمريكي؟ لماذا كان بيان واشنطن مشككا بما حدث للأتراك؟ وعلى ماذا استندوا؟ هل صحيح أنهم استندوا على رواية حزب العمال الإرهابي؟ ما الذي قصده أردوغان بالقول بأنه لا يحق لأحد مساءلته بعد المجزرة التي تعرض لها مواطنوه؟ وهل ما جرى هو مؤشر لمرحلة مقبلة يتم فيها استهداف تركيا والتراخي مع إيران؟ حلقة جديدة من تفاصيل، أهلا بكم. evlere şendi. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz? Hani siz PKK'nın yanında değildiniz? Hani siz YPG'nin yanında değildiniz? Hani siz PYD'nin yanında değildiniz? Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak'a binlerce tır, bunlar evet tank getirdiler. Binlerce tır mühimmat getirdiler. Ve bunları teröristlere teslim ettiler. Ve bu teröristlerle evet bizim güvenlik güçlerimiz de orada savaştılar. Şimdi artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek, eğer biz sizinle dünyada NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız. ضيوف هذه الحلقة الدكتور سمير صالح الأكاديمي والمحلل السياسي من اسطنبول، الدكتور خالد العزي أستاذ العلاقات الدولية والسياسات الخارجية من بيروت، وأيضا محمد عويس من واشنطن المحلل السياسي. أهلا بكم ضيوف هذه الحلقة، وأبدأ معك دكتور سمير. ماذا يمكن أن نسمي ما حصل في الأيام الأخيرة بين واشنطن وأنقرة؟ هل هو استفزاز، سوء تفاهم؟ ماذا يمكن أن نصف ما حصل؟ مساء الخير للجميع. أولا
يعني كل المؤشرات تذهب باتجاه واحد اخ ملهم، انه لا يوجد لا رغبه تركيه ولا امريكيه في الذهاب نحو التهدئه وفتح صفحه جديده من العلاقات، اكثر من تحليل وتقدير موقف وتصريح سياسي يؤكد انه الامور تذهب بشكل تصعيدي نحو التوتر اكثر فاكثر. الداخل التركي في هذه الآونة كما تتابع انت ايضا في حاله من الغليان بسبب المواقف والسياسات الامريكيه. المساله ليست فقط مرتبطه ب كما يقول الرئيس اردوغان بدعم واشنطن لهذه المجموعات يعني حتى بعد ما الإعلامية اتصل التي وزير تفصل الخارجيه بين الامريكي التصدر. انطوني بلينكين دكتور سمير، هذا الاتصال مرتبط فقط بتصحيح موقف أمريكي جزئي، يعني الولايات المتحدة الأمريكية كما تذكر قبل الاتصال بلينكين كان عندها عبارة مشروطة، إذا ما ثبت أن هؤلاء الأشخاص قتلوا من قبل تنظيم PKK فسندين ونردد بالعملية. الاتصال هذا كان لتصحيح الموقف الأمريكي، لكن هذا لا يعني إطلاقا أنه في تبدل في نعم، السياسات يعني مضطر أسألك والمواقف يعني في هذا العامة أكثر السياق، من ليش واشنطن من البداية، لماذا شككت واشنطن من البداية بالرواية التركية؟ لأنه لا تريد إطلاقا أن تدعم الرواية التركية بكل بساطة، لأنه حساباتها مختلفة ومغايرة تماما. يعني واشنطن مع وصول الإدارة الأمريكية الجديدة من خلال التعيينات في فريق العمل الرئاسي كانت واضحة، ماك جورك وشخصيات مشابهة لماك جورك كان عندها مشاريع قبل العام 2018 في سوريا، شرق سوريا وفي شمال العراق، والآن هذه الشخصيات عادت إلى الواجهة وإلى العمل. نقطة أولى. نقطة ثانية أظن الآن هي تركيز على التحليلات وقراءات في الداخل التركي، تتجاوز موضوع العلاقات التركية الأمريكية وبدأت تطالب باستهداف عسكري مباشر للشحنات العسكرية التي ترسلها واشنطن إلى شرق سوريا. هذا المطلب جديد في مسار العلاقات، لا نعرف كيف سيناقش الآن نعم سنناقش المستوى يعني الداخلي هذه التركي. القضية وقضايا أخرى، لكن نشرك معنا السيد محمد عويس من واشنطن نفس السؤال، يعني لماذا بداية واشنطن شككت بالرواية التركية وتبنت رواية حزب العمال الكردستاني الإرهابي؟ أنا أعتبر هذا التشكيك هو استغلال رخيص لمآسي أهالي الضحايا في الذين قتلوا على يد حزب العمال الكردستاني، وهو عدم تحمل المسؤولية من قبل إدارة الرئيس بايدن. يعني هناك إدارة جديدة وهناك فوضى جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك فوضى خلال فترة حكم الحاكم عبر تويتر ترامب، وكانت فوضى كبيرة، وكنا نتوقع أو كنا نتمنى أن تتغير طريقة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالإقليم، بموضوع سوريا الأردن عفوا سوريا العراق لبنان فلسطين واليمن، ولكن نرى أنهم يتراجعون الآن. يتراجعون نعم، يعني البعض يضعها فقط في سياسة النكايات، يعني ما تزال إدارة بايدن في عقلية نكايات في رد اعتبارات على سياسات ترامب. لا لا أبدا، مش نكايات، يعني اسمح لي، عملية محاولة لوضع الحكومة التركية في الزاوية كي يبتزوا الحكومة التركية في مواقف أخرى. لكن علينا نتذكر ليس فقط حزب العمال الكردستاني الذي كان يعني كان على مدى فترة طويلة جدا صنيعة نظام حافظ الأسد ومن حوله، وهو الذي مكّل، يعني يتناسون الناس أن حزب العمال الكرد عفوا نظام حافظ الأسد نكل بال يعني بالأكراد في المنطقة، وكان يعني كان أكثر من نصف مليون منهم لا يحملون الجنسية، كانوا بدون جنسية، وفي نفس الوقت كان يسلح حزب العمال الكردستاني، وهرب الحزب إلى شمال العراق، وشمال العراق أو العراق بأكمله كان تحت سلطة الولايات المتحدة الأمريكية بعد الاحتلال،
ولكن لم يفعلوا شيء، فمعنى ذلك أنهم يسكتون. يعني التركيبة الأمريكية تسكت عن الإرهاب، هناك إرهاب مسكوت عنه من حزب العمال الكردستاني، وهناك إرهاب آخر الآن موجود في شمال شرق سوريا يهدد أمن المنطقة، وهو قسد والتنظيمات الإرهابية التي خلقتها الولايات المتحدة الأمريكية، خلقتها إدارة الرئيس أوباما، والتي كان الرئيس بايدن هو نائب الرئيس، والذي صحيح. كان هو له يد كبيرة بإنشاء هذه المنظمة الإرهابية التي تهدد الأمن كذلك. نعم، اسمح لي أنتقل للدكتور خالد من بيروت. دكتور خالد، يعني ما تعليقك على ما قاله الضيوف؟ أريد أن أسألك يعني عن الحدة والحسم في موقف تركيا حيال التصريحات الأولية التي صدرت عن الخارجية الأمريكية. يعني مساء الخير لك أستاذ ولضيوفك وللمشاهدي الكرام. يعني بالطبع عادة التصريحات تأتي من هنا ومن هناك، وربما التسرع دوما يكون سيد الموقف، لكن اسمح لي بأن أقول بأن الروس أطلقوا هذه التصريحات وتبنوا قبل الأمريكان، وقالوا بأن رواية مختلفة، أن 13 شخصا سقطوا بنيران صديقة في مناطق جبال يعني سنجار، وهذا يؤكد نظرية جديدة بأن التعامل مع الخبر الإعلامي غير واضح. هذه من ناحية. من ناحية ثانية قالوا بأنهم يعني تم ضربهم من خلال طائرات ضربت المعسكر الذين يحتجزون به هؤلاء من الشرطة ومن رجال المخابرات. النقطة الثالثة هي بأن العودة إلى أن تركيا في الماضي أخطأت وضربت أحد المعسكرات، وكانت هذه المعسكرات للطرف التركي. من هنا بدأت الرواية الإعلامية الغير واضحة ربما يعني تطرح نوعا من التشكيك، ونحن نعرف بأننا نعيش عصر حرب المعلومة، والمعلومة دلائل كبيرة. يعني هذا على مستوى نحن يعني محللين وإعلاميين، لكن على مستوى دول لها أجهزة مخابرات ولها وجود على الأرض، يعني أن يكون مثل هذا التصريح تسرع برأيك؟ طبعا عندما تطرح الروس هذه الرواية هنا تدخل الحسابات السياسية والعلاقات الذي تسمح للخارجية أحيانا بطرح موقف من أجل الوصول إلى نقيضه. لماذا؟ لأن الروس عندما يحاولون هم يعرفون أن حزب العمال هو من صنيعة روسيا ومن صنيعة النظام السوري، واليوم يأتمر ويمد أوامره من إيران من نظام الملالي. وطبع هنا القضية معقدة، خاصة ما تربط العلاقة بين تركيا وما بين إيران من جهة، ومن جهة أخرى في كيفية التعامل حول القضية التركية، وخاصة نحن وجدنا أن تركيا تنظر إلى كل أمور المنطقة على أنها أمن قومي وليس على أنها قضية تغيير تعيشها الشعوب، وبالتالي هي دخلت في معركة مع رجال جبل قنديل الذين توزعوا في مناطق سنجار واحتلوا سوريا وأسسوا. نعم، لكن يعني أريد أن أبقى في نفس سياق السؤال أستاذ محمد، يعني ما سر خضوع الدبلوماسية الأمريكية السريع، يعني تغيير الموقف برأيك؟ هل هو مراوغة؟ هل هو عدم وضوح بعد في سياسة الفعل ورد الفعل التي يمارسها بايدن منذ بداية تسلمه للسلطة؟ إذا السؤال إلي أنا في واشنطن، أنا كنت أريد أن أعقب أولا على موضوع الرهائن، والقانون الدولي لا يسمح لمن يحمل أو عنده رهائن أن يبقيهم في منطقة معركة ممكن أن تؤدي إلى إصابة الرهائن كما يقولون نيران صديقة للرهائن أو للدولة التي هي دولة المرجع للرهائن. فلذلك يعني هنا يزيدون الطين بلة عندما يقولون أنهم أصيبوا بنيران تركية. الرهائن أو أسرى الحرب
معروف بالقانون الدولي أنه مسؤولية الذي يحتجزهم أن يبعدهم عن منطقة العمليات. أما بالنسبة للتغيير في سياسة الرئيس بايدن، الرئيس بايدن وصل إلى سدة الحكم عبر، أنا أقول يعني، بعض العصابات التي موجودة داخل التركيبة الأمنية الأمريكية التي لها مصالح إقليمية، مصالح دولية، حتى مصالح بعض الدول العربية التي تريد مناكفة تركيا، وكذلك الكيان الصهيوني الذي يحتل الأراضي الفلسطينية له مصلحة في توريط تركيا في معارك ويمولون. أنا يعني أعرف كثير من المعلومات عن يعني من أين يصل السلاح لهؤلاء في جبال قنديل وسنجار وفي شمال شرق سوريا، من الذي يمولهم بالمال، من الذي يزودهم بالسلاح، ومن الذي يعطيهم الحماية، الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول أو الدويلات العربية التي تدعمهم، وكذلك النظام الإيراني يدعم هؤلاء من أجل ابقاء يعني في كلمه باللغه العربيه الشوشره والفوضى في المنطقه، كي تصطاد اسرائيل، تصطاد في المياه العكره، وكذلك النظام الايراني يصطاد في المياه العكره، ونظام بشار الاسد الذي شرد اكثر من 10 مليون سوري وقتل اكثر من مليون. نعم دكتور سمير، يعني العلاقات التي تجمع كما ذكرنا في المقدمه بين بايدن واردوغان هي ليست علاقات طيبه، يعني حتى في تصريحات لصحيفه نيويورك تايمز وصفوا بالمستبد. اليوم هل تتعامل تركيا بنفس الذاكره مع بايدن، وهل يعني تجد انه اليوم قادر على دعم المعارضه او دعم اي تيار اليوم ضد اردوغان من خلال هذه السياسات التي بدات بالتصريحات المشككه بالروايه التركيه الرسميه؟ اليوم نشر في الاعلام التركي تقرير مفصل مطول لمعهد بروكينج، لا اعرف اذا كان الدكتور ويس من واشنطن على اطلاع، ربما قد يساعدنا أكثر في تحليل هذا التقرير. يعني حسب الإعلام التركي هذا التقرير ما زال يعكس، وهو هذا المعهد مقرب من الإدارة الأمريكية من البيت الأبيض، ما زال يعكس الموقف الأمريكي لبايدن باتجاه ضرورة التصعيد مع أنقرة، لأنها كما يقول التقرير لا تفهم بلغة أخرى. هذا يعني أنه في اقتراحات وتوصيات مستمرة لبايدن وفريق عمله بعدم التراجع أو التهدئة مع أنقرة لأكثر من سبب. طبعا لن ندخل في تفاصيل التقرير، أنا ذهبت مباشرة إلى الاستنتاج. لكن في الشق التركي أيضا الآن بدأنا نرى لغة جديدة، وهنا أجيب على السؤال الذي طرحته، أنه مثلا تحريك موضوع داعش مع وصول الإدارة الأمريكية الجديدة، عدنا إلى نقاش أن داعش تقوم بعمليات جديدة في العراق وفي سوريا. هذه عملية مقصودة حسب الداخل التركي في أكثر من قراءة سياسية وحزبية. نقطة أيضا مهمة، الرئيس أردوغان في اليومين الأخيرين فقط كرر أكثر من مرة عبارة أننا سنواصل العمليات العسكرية في الخارج ضد هذه المجموعات. الاتجاه حسب ما أنا أتابع سيكون نحو سنجار، احتمال كبير جدا، احتمال آخر نحو شرق الفرات. لكن كيف ستكون العمليات العسكرية، هذه نقطة مهمة. لماذا؟ لأنه ردود الفعل في الداخل الآن تقول كلها أنه لا يمكن بعد الآن التعويل على السياسة الأمريكية الحالية أنها ستعطي أنقرة ما تريده في سياستها في التعامل مع الملفين. نقطة أخيرة بالنسبة التي أشار إليها الدكتور خالد، أنا لم أتابع مع الأسف الموقف الروسي، لا أعرف إذا كان موقف رسمي أم لا. يعني هو قال أن تركيا كل المواضيع تربطها بأمن تركيا القومي، يعني هو أشار إلى أنه تركيا تجير كل هذه المواضيع لمصلحة أمنها القومي أو تحت بند الأمن القومي. التركيز أنا بالنسبة لي هو على نقطة أنه روسيا، الموقف الروسي، هل فعلا روسيا ستتبنى رواية حزب العمال فيما يقول، أم أنه روسيا التي نعرفها جميعا كيف تتجاهل الآن التحرك الإسرائيلي الواسع في سوريا، تترك إسرائيل تدخل إلى العمق السوري لتهاجم مواقع إيرانية أو للنظام، والآن تريد أن تتبنى روسيا رواية
حزب العمال. هذه برأيي إذا كان في موقف روسي من هذا الاتجاه كارثة على السياسة الروسية، التي ستنعكس أيضا بشكل مباشر على مسار العلاقات التركية الروسية في الملف السوري. نعم دكتور خالد، يعني من نافلة القول بأنه تركيا يعني هي سند وشريك لأمريكا منذ عشرات السنوات، يعني لماذا يتم استفزازها بهذا الشكل؟ يعني فضلا عن البيان الخارجي الهزيل الذي وصف بالهزيل، أيضا أنتوني بلينكين في أول جلسة استماع بمجلس الشيوخ قال أنه تركيا الشريك الاستراتيجي المزعوم، يعني هذا تخوين مباشر. لا يعني نحن يجب أن نقرأ أن العلاقات التركية الأمريكية اليوم هي ليس في أوج حالها، وهي تعاني من أعطاب كثيرة، وربما شهدنا الكثير هنا عندما نقف نحن نحلل، يعني ليست آراء وإنما نحلل ماذا نرى في المواقف الدولية. طبعا هناك العلاقة منذ يعني ترشيح الرئيس بايدن إلى الرئاسة وتولي فريقه، هو لم يضع تركيا في الدول الأربعة الخطرة على أمن الولايات المتحدة، ولكن هو قال بأن العلاقة متوترة. ربما هناك نقاط قد اتهمها مباشرة للرئيس أردوغان، كما تم ذكرها بأنه مستبد، بأنه يدعم داعش، بأنه يعني غضبان عليه في التوغل على مناطق شرق الفرات، هذه كانت أمريكا تمنعها. اليوم هو غاضب أكثر نتيجة الصفقة التي حاول أردوغان إصلاحها الS-400. طبعا هناك علاقات متوترة لا يمكن حلها، وخاصة الإدارة الأمريكية اتبعت نهجا دبلوماسية التليفون مع يعني فيما بين ترامب والرئيس أردوغان. ربما هنا أردوغان يعني ترامب، هذا ليس في الدفاع، هذا ننتظر عملية الإيضاح. منذ فترة الخارجية الأمريكية كانت تحاول إصلاح مناطق شرق الفرات والتوصل إلى اتفاق بين الكرد وتقاسم المنطقة ما بين العمال الكردستاني ومجلس الكرد في الخارج، وبالتالي ربما كانت المشكلة اليوم التي نعاني منها بأن الأكراد يتحولون إلى التطرف الكردستاني، وخاصة بظل عدم التفريق ما بين الكرد وقضاياهم ومشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية، وما بين المواجهة مع الكرد وتحميل الكردستاني مسؤولية عملية عن يعني عن سياسة الكرد بشكل عام. وهذا بالتالي يعني يضعنا في أزمة جديدة، بأن مشاكل جبال قنديل لا يمكن تصديرها إلى شرق الفرات ولا يمكن تصديرها إلى جبال سنجار، هناك آليات كثيرة يمكن العمل عليها والتوسع بها. الأكراد هم ورقة يحاول الروس إكماشها، الأكراد يحاول الإيرانيون إضعافها وتقديمها للأسد، الأكراد هم ورقة يريدون ضربها في العراق، الأكراد هم ورقة في تركيا يحاولون يعني استخدامها بوجه الدولة التركية. ولكن هذا لا يمنع كله بأن هناك سياسة جديدة يجب أن تنتهج مع الأكراد والتمييز ما بين الكردستاني، لأن مصلحة الكردستاني، والكل يعلم أن الكردستاني لا يفكر بطريقة قومية، وإنما هو كارثة فعلية على القضية القومية الكردية، لأنه يفكر بطريقة أممية وليس بطريقة محلية، وهذا يعني أنه هو حزب فوق المذهبية وفوق المنطقية، وبالتالي هو يأتمر ويأخذ أمواله. نعم. من الخارج، وتحديدا من المخابرات الروسية ومن المخابرات يعني الإيرانية، وهذا يعني بأن الكردستاني هو عبء على نفس الأكراد، ونحن نعرف السجون المفتوحة في كل مناطق شرق الفرات، نحن نعرف بالتصفيات، نحن نعرف بإخراج الكرد من المعادلة السياسية. لكن هنا يجب أن نفصل ما بين أن بايدن يعتمد على حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، وهي مشكلة الحزب الديمقراطي، والنقطة الثانية بأن منطقة الشرق الأوسط تحديدا سوريا لبنان العراق لم يكن لها أي تصريح في مكان في تصريح بايدن الأخير. نعم معتبر من الملفات الثانوية. اسمح لي يعني أنتقل للدكتور سمير. نعم دكتور خالد، دكتور سمير أشار الدكتور عزي أنه من ضمن الملفات اللي تم فتحها ملفات الS-400 نظام الدفاع الروسي، هل فعلا كما أشارت بعض التقارير بأنه
تركيا مستعدة لعدم تفعيل هذه الصواريخ؟ لا أظن كان في طرح تركي باتجاه التهدئة في هذا الموضوع، في تسريبات حول نعم نقاش محتمل في هذا الموضوع، لكن موضوع S-400 لم يعد برأيي النقطة الحاسمة في مسار العلاقات التركية الأمريكية. واشنطن تحاول أن تقول لنا مثلا أنه تراجعوا في موضوع S-400، نلغي قرار العقوبات ضد تركيا، تحاول أن تجزئ الملفات، تحاول أن تدخل في صفقة مع كل ملف توتر مع واشنطن يناقش على حدة، هذا ترفضه أنقرة باستمرار، وتقول أنه على واشنطن أن تبدأ هي بإبراز النوايا الحسنة تجاه أنقرة. يعني عندما نرى مثلا الناطق باسم الخارجية الأمريكي يقول، يستخدم العبارة المشروطة إذا، ويراهن على أنه أعطونا أدلة أنه الأشخاص الذين قتلوا في غارة هم نعم قتلوا من قبل مجموعات الPKK، فهذا يحمل معه سؤال مهم جدا للغاية، أنه بايدن يقول أنه ديمقراطي، أنه مناصر للعدالة والحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهذا الفريق نفسه ينسى أنه في عملية تصفية جسدية تمت لرهائن، كان على الأحرى بواشنطن إذن أن تبدأ في موضوع مناقشة رهائن موجودة لدى هذه المجموعات الإرهابية، لماذا تكون معرضة إلى عمليات من هذا النوع؟ هذا نقاش برأيي، نعم، واشنطن عليها أن تتحمل مسؤولية أساسية فيه أيضا. نعم، أريد أن أسألك يعني تحديدا دكتور سمير، ماذا قصد أردوغان بقوله أنه لا يحق لأحد مساءلته اليوم بعد هذه المجزرة بحق مواطنيه؟ يعني هي رسالة لمن؟ هل هو تحدي واضح مثلا للسياسة الأمريكية؟ كما قلت لك قبل قليل، أنا فسرت هذه المواقف والتحليلات على أنه سيكون هناك عمليات عسكرية قريبة باتجاهين، في شمال العراق في سنجار وفي، يعني الموضوع محسوم، يعني موضوع محسوم، موضوع العمليات محسوم. هذا رأيي الشخصي طبعا، هذه التقديرات من عندي، رأيي الشخصي هذا، لا نعرف كيف يكون النقاش على الأرض بعيدا عن الأضواء، لكن أجواء الاحتقان في الداخل التركي، إصرار واشنطن على إرسال، نحن نناقش استهداف مواطنين أتراك رهائن، ونفس التوقيت واشنطن تواصل إرسال مئات الشاحنات إلى شرق الفرات لمحاربة من؟ لماذا؟ يعني أين هي داعش الآن حتى تقدم واشنطن على إرسال كل هذه التعزيزات العسكرية؟ أنقرة الآن وصلت إلى قناعة حاسمة أنه الهدف هو بناء هذا الكيان الانفصالي على الحدود التركية السورية. لابد إذن من ردة فعل، كيف ستكون؟ هذا ما سنتابعه أنا وأنت أخونا. نعم أستاذ محمد، يعني كيف يمكن وصف أمريكا لتركيا بأنها شريك استراتيجي وفي نفس الوقت من سنوات وهي تمارس عليها عقوبات اقتصادية متعددة؟ يعني هاي سياسة الانفصام الشخصية والسكيزوفرينيا الأمريكية منذ بداية حكم الرئيس أوباما، لأنهم كانوا يبحثون عن أولا الوصول إلى اتفاق مع إيران، وكان هذا ثمن هذا الاتفاق مع إيران عاليا جدا بالنسبة للإقليم وللمنطقة، وسكتوا عن كل جرائم إيران في المنطقة واحتلال الأربع عواصم عربية كما تبجح النظام الإيراني، وبنفس الوقت كذلك ابتعاد في فترة حكم الرئيس ترامب أو عمدة تويتر، عندما ابتعد الرئيس ترامب عن المنطقة ولزم مستقبل المنطقة للنظام السوري والنظام الإيراني. يعني هنا أريد أن أسألك، يعني هل التراخي مع إيران سيكون على حساب العلاقات مع تركيا؟ العودة إلى الملف النووي الإيراني وتوقيع اتفاق آخر، نعم، لأن نفس الوجوه التي باعت الجمل بما حمل في فترة حكم الرئيس أوباما هي نفس المجموعة التي أوكلت الأمر الآن لحل مشكلة الملف النووي الإيراني والعودة، يعني يتواصلون الآن مع إيران بطريقة أو بأخرى، ويتواصلون يعني اليوم يتحدثون أنهم يتواصلون كذلك مع الحوثي عصابة إرهابية احتلت بلد عربي
وهم الآن يتواصلون معهم ورفعوهم عن المنظمات الداعمة أو المجموعات الداعمة للإرهاب. يعني هنا نريد أن يعني فقط أن نذكر بأن تركيا هي ثاني أقوى دولة في حلف الناتو، وأيضا يعول عليها تحجيم الدور الروسي في المنطقة. هل أصبح كل هذا وراء الأمريكان في حساباتهم طبعا في المنطقة؟ أنا برأيي يستغل الرئيس بايدن غباء الرئيس ترامب عندما ابتعد عن الناتو والإساءة للناتو التي صدرت من الرئيس ترامب، ولحد الآن لا يوجد هناك أي تحرك من أجل إعادة إحياء الناتو. والناتو أنا برأيي الناتو وتركيا، يعني تركيا بالأخص، هي البوابة الشرقية للعالم، البوابة الشرقية للعالم في وجه أي تمدد من أي طرف كان. يعني لا أريد أن أذكر أحد، لأن هناك يعني أخطار قادمة من الشرق، من الحدود التركية حتى حدود الصين، وإذا لم يقوموا بهذا لن يستفيدوا شيئا. بل اختارت تركيا صواريخ، أنت سألت سؤال عن الأس 400، تركيا لم تذهب لتشتري الأس 400 قبل أن تتخلى المنظومة الأوروبية والناتو. الألمان سحبوا بطاريات الباتريوت، الأمريكيون خففوا من الدعم لحماية الأجواء التركية، وكذلك علينا أن نتذكر أن الأمريكيون وأصدقاء أمريكا وأصدقاء أعداء تركيا في المنطقة يعني يتصرفون بطريقة مخيفة أنا برأيي. نعم. لأن يعني هناك اليونان، هناك مصر، هناك عدة دول عربية كذلك تتربص بتركيا وهي الحليف في الناتو. اضطرت تركيا وإسرائيل كذلك، يعني هي من 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 الذين يتربصون بتركيا. نعم. اضطرت تركيا أن تشتري الأس 400 لحماية أجواءها. إذا كان على الرئيس بايدن، إذا كان يريد أن يعني يغير من هذا الموضوع، عليه أولا أن يأتي بصواريخ الباتريوت والثاد المضادة للصواريخ وللطائرات، ويبيعها للحكومة التركية لتعزيز قدرة تركيا الدفاعية بدون شروط. يعني بدون شروط إيقاف نظام الدفاع الجوي الروسي اس 400 برأيك؟ لأنه هو كان مشروط. لا تستطيع تركيا التخلي عن الغطاء الصاروخي، لأن هذه أسلحة دفاعية ليست أسلحة هجومية. بدون أن يكون لدى تركيا على الأرض بطاريات صواريخ قوية وفاعلة وشغالة، لن تستطيع الحكومة التركية التنازل عن حقها بالدفاع عن نفسها باستعمال الأس 400. اسمح لي أختم مع دكتور خالد. يعني دكتور خالد، في ظل هذه التطورات التي تحصل وفي ظل العلاقات المتشابكة استراتيجيا بين أمريكا وتركيا، كيف تقرأ مستقبل هذه العلاقات في هذه الفترة وهذه التحديات الجديدة؟ يعني بالطبع يجب أن نفصل ما بين الدماء الرهائن ومشكلة العلاقة مع الحدود الأمنية وما بين العلاقة مع الولايات المتحدة. طبعا الرهائن يعني خسارة لذويهم وأهلهم، وبالنهاية هؤلاء مدنيون يعني رحمة الله عليهم، ولا يحق لأحد أن يعاقبه. أما في المسار العلاقة مع الأمريكان، أظن بأن السياسة الاستراتيجية التركية يجب مراجعتها من الداخل، وليس التعنت بطريقة أن تركيا أصبحت هي المستهدفة وهي الدولة التي بات الجميع ينظر عليها أنها العدو. يجب التريث والنظر بطريقة دبلوماسية جيدة، لأن العلاقات لا تدار بالفعل وردة الفعل. تركيا وسعت إطار عملها لأنها رأت فرصة للتمدد الإقليمي، وهذا انعكس عليها فعليا في العلاقات مع الآخرين. يجب علينا أن نأخذ حتى المواقف الداخلية التركية للأحزاب، وتحديدا زملاء الرئيس أردوغان كانوا غير موافقين على كل هذا النهج الذي تم انتهاجه. العلاقة التي تعتبر مناكفة وندية لن تخضع لتطور، ولا يمكن أن تكون في محل يعني حل إيجابي لدور قادم.
لا يمكن الضرب بفترة نعم. معينة. يعني برأيك يعني تجد ما يجمعهما أكثر مما يفرقهم اليوم أو العكس؟ لا، أنا برأيي أن السياسة المتبعة يجب إعادتها، وبالتالي تركيا دولة ناشطة لها حدودها. لا يمكن أن تكون تركيا يعني كما وضعت نفسها في حضن الروسي من ميل وحضن الإيراني من ميل وعلاقة جيدة مع الإسرائيلي من ميل، وبالتالي أطالب أنه أنا أجوائي مفتوحة لأن هناك بعض دول تتعرض لأزمة. يجب أن نقول أن تركيا في لحظة من اللحظات يجب أن تقف أمام الاستراتيجية وأمام من هو الحليف ومن هو المطلوب. نحن نعرف العقوبات هي مؤثرة على الاقتصاد التركي وعلى الميزان الصاروخي التركي، لأننا نعرف بأن أمريكا ليست كلمة مجرد شطبها عن الخارطة كما يعني فعل أحد الراحلين في الخارجية العربية. لكن المشكلة اليوم بأن هناك أخطاء، هناك مسائل كثيرة في السياسات الدبلوماسية. لا عدو دائم ولا حليف دائم، هناك مصلحة البلد. أنا أعتقد بأن مصلحة تركيا اليوم بالدرجة الأولى هو إعادة النظر في كل الخطوات السابقة في فترة الإدارة السابقة وفي فترة المواقف الارتجالية التي تم اتخاذها من الرئيس أردوغان بمرحلة معينة، كاد أن يقول أنه دولة إقليمية. نعم، يعني نحن ربما بحاجة لأحداث أخرى توضح أكثر سياسة البلدين تجاه بعضهم البعض. نعم، أشكرك جزيلا الدكتور خالد العزي، أستاذ العلاقات الدولية والسياسات الخارجية من بيروت، الدكتور سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي من اسطنبول، وكان معنا أيضا من واشنطن الأستاذ محمد عويس المحلل السياسي. شكرا لكم ضيوفي، شكرا لكم أيضا مشاهدينا. غدا حلقة نهاية الأسبوع، إلى اللقاء.